طيب هل من باب التغيير والتأكيد فكرة هز الثقة تفرق؟ جدا. يعني صناعة ما لو خايف، المناخ الإيجابي. بص هو ده مش تطبيل يا جماعه. ان انا هقول لك حاجه تاني وتالت وعاشر، لو انا ابني او ابنك في عيب معين، لو قعدت اتكلم في العيوب دي او اكلمه هو، بلاش هو حتى يكون موجود، لو قعد اتكلم على عيوب ابني قدام اصحابه هيتنمروا عليه، قدام قرايبي كل ما يشوفوا هيأنبوه، انت بتعب بابا ليه يا ابني؟ انت ما بتسمعش الكلام ليه يا ابني؟ لا 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 لا، ده احنا كنا فاكرينك العاقل، ده احنا هتبص تلاقي الثقه بتروح منه، هتلاقيه الغل والعند يبتدي يعند معاك، ما يسمعش كلامك. لكن لما انت، وهو المثل العبقري اللي بيقول لك ادي على ابني واقرأ واقرأ ليه اللي الامين، امين. ده هو ده صحيح بيترجم الليل. ايوه انا عايز اقول حاجه، الاجهزه المعنيه مع اللعيبه في الحجرات المغلقه، لكن في العلن لا، هنلتمس العذر، هنتكلم في الاسباب الفنيه دون ان نحمل شخص بعينه، لان ممكن جدا واحد يظلم لانه كان بيؤدي دور المدرب طالبه منه، فالناس مش شايفه، هي عايزه تشوف اللي بيشمس واللي بيعمل السبعه والله، بس ما بيرجعش، ده ما بيرجعش يدافع، اللي بيرجع يدافع الراجل اللي احنا بنقول له انت بتعمل ايه في الملعب، انت هتفضل تجري له وخلاص، بيحصل ساعات. عمليه الضغط يا استاذ ابراهيم مثلا دي قمه الانضباط، اذا لم يكن الضغط منظم تيجي الثغرات، فركشه. فانا بضغط عشان ما اتضربش من ظهري، لازم يبقى ضغط جماعي. ايوه تضييق يعني بنقول كلمه ايه؟ في مسافات بين الخطوط، دي كلمه مش سهله. ايوه فيه، لازم بالتدريب المستمر في التحرك يتعالج. الجماعي. انا شايف ان في مجهود كبير بيتبذل فنيا، نديله فرصته ينضج. اللعيب اللي هو عايز مراجعه بينه وبين نفسه، هو عارف انه عايز مراجعه بينه وبين نفسه، لكن نساند اللعيب. النهارده حسين الشحات فضلوا، الراجل بينزل الملعب ساكت بيأدي الفترات اللي بيأديها، وعنده بصمه، لعيب مؤثر يحدث الفارق، لعبه له نتيجه. احيانا في لعيب يتظلم بالستايل بتاعه. انا قلت لك قبل كده ان محمد فخري ده لعيب تكتيكيا منضبط، بيدافع وبيهاجم وبيشوط وبيخترق، لكن شكله رايق، فانت تحس انه مش موجود، او تحس انه هو يعني هتفضل ناشئ بقى. ما هو مش كل حاجه مهبره، كل لعيب له الستايل بتاعه، شوف نتيجه الاداء ايه، وبعدين اسند لعيبتك عشان يجي في يوم من الايام يقول لك ايه؟ المنافس بيطلع ناشئين واحنا فين ناشئيننا؟ عندنا ناشئين وناشئين كويسين، عايزين المسانده، وعايزين ان احنا نفرح بيهم، وعايزين نتحملهم. ليه ما نتحملش احيانا اخطاء اللعيب دون تفريط في الهدف الاساسي، ان انا نادي بطولات، ما انا مش هستحملك كتير، بس سيب دي للجهاز الفني. النهارده انت بتقول ايه؟ الضغوط الضغوط الضغوط، وهنرجع وهنلعب ماتشات مكثفه واللعيبه هتستهلك. النهارده لما تشوف مستر كولر بيعمل ايه؟ والناس اهو جري، ما يعني سافيو عنده رؤيه لعبها بالهيد جول كويس. شريف تنبسط ان شريف جاب جول، واخد بالك؟ عايزه ياخد ثقه، انا عندي هداف الدوري وهداف افريقيا والهداف رقم واحد بتاعي، عايزه يفوق. مش هيفوق بالتهميد. الله على الجمهور في وقفته مع الفرقه، يعني الاهلي لو الملعب مليان صوره المدرج يعني بيختلف عنها خالص على السوشيال ميديا. بيختلف معاها احنا في بيوتنا، خد بالك، بيختلف معاها استديوهات التحليل. اللي في المدرج جمهور مؤكد، ولو اللي في البيت على فكره لا، السوشيال جمهور محتمل، يعني انت ممكن الناس فعلا، احنا اتكلمنا كتير على الاندساس. لا بقى عايز اتوجهك لانك انت تبقى ناقم على فرقتك او خايف. ايوه ده يعني جمهور مؤكد، ده جمهور محتمل، فيهم ناس اهلاويه جدا وفي ناس مش كده. ثقافه النادي الاهلي مبنيه ان مهما تخلفنا لا هنكسب وهنفوز. بالظبط، مش عايزين نضيع دي، مش نبقى كسبانين وبنقول والله ما انتوا نافعين. ما ينفعش. فاحنا عايزين الكلام ده، واحنا لما بنقول كده جون حلو جدا ملطوش بشكل
من اول لمسه جون. الله يمسيك بالخير يا مؤمن، كان بيعمل الحاجات دي. ربنا يشفيه ويعافيه ويشفيك. نتمنى فرقتنا كلها باذن الله الجاي افضل. ولسه كنت عايز اقول لك، هو كولر بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه تدوير من دلوقتي، وبيكتشف بدايل في مراكز كتير. هتقول له هتضيع الدنيا، ما هو بيكتشف في الاول والدنيا اسهل شويه، وانت يعني تحتمل انك تكتشف. يعني انت لو جبت الجون بتاع ضربه الجزاء كانت العلامه الكامله. ما نقعدش نقول فرقتنا وندي فرص لغيرنا ينظر علينا بكلامنا. فرقتنا سيئه، فرقتنا سيئه، وهو يبقى بيكسب بصعوبه لكن بيحقق معجزه. انتوا واخدين بالكم الفرق يا شباب؟ لا عايزين نطبل ولا عايزين نتحامل. عايزين نكون بتوع ارقام. شو ارقام الماتش اللي فات بتقول يا استاذ ابراهيم؟ تفوق كبير جدا، كاسح لله. في كل حاجه. 33 عرضيه. هتقول لي مش كلهم صح؟ مش كل، لان في تكتل قدامك. مش كل كره هتوصل زي ما انت عايز. لكن احد العرضيات اللي هي باليد جابت لك المكسب. وممكن هتلاقيك مضيع انت مثلا فرصه ولا اتنين من على العرضيات دي. نتمنى ان احنا نشوف التكتيك اللي وصلنا، نشوط كتير على الجون، نعمل العرضيات اكثر سلامه، واستحملوا الناس. وبنقول للاعبتنا مش معنى كده ان انتوا ما عليكوش مسؤوليه. لا، عليكم مسؤوليه جامده جدا، بس ايه، كلنا كل واحد احنا كجمهور يعمل اللي عليه، يعمل عليه، والنقاد يعملوا اللي عليهم، والجهاز الفني يعمل اللي عليه، واللعيبه تعمل اللي عليهم واللي علينا. بمناسبه النقاد برضو واللعيبه الاجانب، كلام كله على لعيبه الاهلي. ايوه. وكانه ما حدش بيجيب لعيبه في مصر الا الاهلي، ومحدش بيسال المنافس المباشر للاهلي هو نادي الزمالك. طب انا عندي سامسون اكينيولا، يعني الناس اللي بتحاسب اجانب الاهلي، بيرستاو ما شاء الله شغال كويس، اصيب ما حدش يقدر يختلف على قدراته. برونو سافيو لعيب اساسي في كل المباريات تقريبا، لكن لما تسال حد من اللي بيتكلموا على الاهلي فقط، هو سامسون لعب 5 ماتشات حتى الان جاب هدف واحد، وما اعتقدش حد اجمع او حد اكد انه متميز او مؤثر حتى الان، بس ما حدش بيقدر يتكلم. تلاقي مثلا واحد زي زكريا الوردي جه في ايه ومشي فيه، ما حدش بيتكلم. الراجل في 5 ماتشات لعب 150 دقيقة. طيب ابراهيم انداي لعب 2 مباريات لغاية دلوقتي، صنع جون ولا حد بيتكلم. الفكره مش دول عشان اجانب الزمالك ولا اجانب الاهلي، في كل الاحوال اي لعيب اجنبي بيحتاج وقت، بيحتاج وقت علشان يقدر ينسجم مع السيستم. عشان محدش ياخد من بقك حاجه. انت هنا مش بتذكر، بتنتقد الزمالك، بتنتقد لعيبته. طيب بتقارن كيف يعامل اللعيبه هنا وكيف اعمل اللعيبه هنا. ازاي ده بيلتمس له العذر ويغض الطرف تماما عن وجوده او عن اي مشاكل له، ويتم ترصد لعيبه الاهلي واجانب الاهلي والضغط على لعيبه الاهلي. الطرفين، لعيبه الزمالك الاجانب ولعيبه الاهلي الاجانب ولعيبه بقيه الفرق، لازم ناخد بالنا انه محتاجين وقت كافي للتاقلم. احنا سيستم اللعب بتاعنا وطريقه تحركاتنا وحتى المعيشه بتاعتنا مختلفه. اي اجنبي بيجي لا، عايز وقت عشان يقدر يهضم ده ويقدر يستوعب ده ويقدر ينسجم مع ده كمان. فلافيو واحد من افضل الفراوده الاجانب اللي جم في تاريخ الكره المصريه، مش الاهلي بس. متخيلين ان ده لو موجود في الايام دي في الموسم اللي اخفق فيه تماما وواجهته ظروف صعبه قوي وصبر عليه مانويل جوزيه، هل كان حد هيصبر عليه؟ هل المناخ اللي كان هيتحط فيه كان هيخليه ينجح؟ وهل مانويل جوزيه نفسه هو بيصبر عليه ما كانش هيتعرض للانتقادات؟ كان طلعه عينه. كان طلعه عينه. ويقرب لك ايه؟ ومين اللي جايبه لك؟ وابنك ولا مش عارف ايه؟ وكنا هنخش برضه في نفس القصص اللي ملهاش لازمه. فشوفوا نتيجه المسانده والمساعده، لان الراجل كان شايف انه فلافيو في المباراه بيعمل كل حاجه مطلوبه منه، يعني حته التسجيل.
حظه سيء جدا في انهاء الهجمات، لما الدنيا فتحت والضغوط اتشالت بقى واحد من افضل الهدافين. قس على ذلك كل اللعيبه اللي انت بتجيبهم، ما انت جبت بيرس تاو او جبت والتر بواليا كان مكسر الدنيا مع الجونه. بس ظروف الجونه غير ظروف الاهلي، ضغوط الفرقه دي غير ضغوط الفرقه دي، جمهور هنا غير جمهور هنا. الفرق اللي بتقابل المناخ مختلف. بتقابله ازاي؟ طريقه اللعب بتاعت المنافسين. ايوه. طريقه لعب المنافسين كتير لما بتاثر في الاداء. التكتل والمساحات والكلام ده. هنا بتلاقي مساحات وهنا ما بتلاقيش خرم مبرة تعدي منه. ففي متغيرات واسباب كتيره تخلي ده غير ده، لكن يبقى التاكيد على الاشكاليه المهمه جدا اللي هي مطروحه دايما واهتمينا ان احنا نناقشها. اللاعب الاجنبي في النادي الاهلي مين اللي بيجيبه؟ تفرض على المدرب حاجه، افرض ما اقتنعش، مين اللي هيلاعبه؟ تديله اللاعب، تديله الحق المطلق هو اللي يجيب اللاعب. طب افرض المدرب ما كملش واللي جه بعد منه ما اقتنعش، وحصلت احنا عرضنا لكم بكل الموضوعيه حالات كتيره في اخر 3 4 مدربين، وحالات فعلا بتاكد الاشكاليه اللي موجوده. لكن يبقى التاكيد من المهندس عادل هو واحد مسؤول في الشغلانه انه الراي التوافقي هو الحل، مش كده؟ مفيش حل تاني. والراي التوافقي ليه؟ بس ده بيحلها كولر دلوقتي بانه بيروح يشوف قطاع الناشئين بنفسه. ايوه. الماتشات معظم ماتشات الناشئين بيشوفها. التوافقي في ايه بقى؟ انك انت ربما المدرب عايز يجيب لعيب وانت عارف ان السنه الجايه هيطلع لك من قطاع الناشئين حد في المكان ده. واخد بالك؟ فانك تقفل عليه. انك تخلي بالك من قطاع الناشئين بنفسك دي خطوه مهمه جدا. انا متفائل ان الراجل بياخد بالاسباب، فممكن وجهه نظره مره هيصادف انها ما تترجمش الا توفيق، مش معنى كده ان احنا نقيمه عليها. ويبتدي هنا بقى يقول لكم تيك كير، خلي بالكم اللي هينقض على لعيبه الاهلي او مدربينها او بتاع من غلطه خلي بالكم منه. مهما كان اسم مين على السوشيال ميديا، سواء جروب او اشخاص، لان مش هتبقى النيه سالكه. احنا لو خدنا بالاراء المتناقضه مش هتعرف تعمل تشكيل. في مباراه واحده. ده كلام مهم وملاحظه مهمه في قضيه شائكه جدا، اتمنى تكون ظهرت الرؤيه فيها بقدر ما.